بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد بعد مباراه الاهلي وبيراميدز. النادي الاهلي طبعا بيفوز بنتيجه كبيره على نادي بيراميدز 3-0. يمكن نتيجه جيده ولكن الاداء ما هوش احسن حاجه، بس طبعا في الظروف اللي احنا فيها او في الفتره اللي احنا فيها الاهلي مش بيقدم احسن حاجه، فالنتيجه طبعا هي الشيء الاهم او النقطه المضيئه، ان انت تتصدر جدول الترتيب وترجع تاني لمكانك الطبيعي المركز الاول. دي حاجه تستحق طبعا الاحترام وتستحق الاشاده ببعض الناس، وهنتكلم طبعا النهارده عن بعض الناس في النادي الاهلي من اللعيبه وكولر، وهندي تقييم كده سريع لكل واحد، وهنشيد بناس وهننتقد بناس. واول حد الحقيقه حابب ان انا اشيد بيه او اتكلم عنه هو محمد هاني. محمد هاني النهارده بصراحه كان متميز جدا. فكره الاستمراريه لاخر ماتشين ثلاثه ان هو عامل مستوى كويس وعامل مستوى اكتر من متميز من بعد إصابة أكرم توفيق، وهو تشعر ان هو يعني في تحدي جديد مع نفسه، عايز يثبت للجمهور نفسه مرة أخرى، عايز يستعيد مستواه بشكل كبير جدا آخر ماتشين أو ثلاثة. محمد هاني بصراحة شابو وسقفة وإشادة كبيرة جدا، لازم كلنا نشيد بيه وندعمه الفترة اللي جاية، وبإذن الله يكون في فيديو الفترة اللي جاية أو اليومين اللي جايين دول يعني هتكلم فيه عن محمد هاني، وهندعم الراجل وهنشيد بمستواه بشكل مفصل. فالنهارده اول الناس اللي حابب ابدا كلام عنهم هو محمد هاني، تحيه كبيره ليه، وحابب اديله درجه كبيره، يعني مثلا ممكن نديله 8.5، كان متميز جدا النهارده. يمكن الشناوي برضو، هنبدا بقى من تحت لقدام، يعني الشناوي برضو كان متميز في اكتر من كوره النهارده، كان حاضر وكان متالق وصد اكتر من كوره، ف يعني ممكن ادي للشناوي 8. محمد عبد المنعم النهارده كان برده متميز. يمكن اللعيبه النهارده كانت كويسه، ولكن الخطه كانت مقصوده ان احنا كنا بنلعب بالشكل ده من كولر، شكلي فيه تحفظ شويه، يعني يمكن كنا تحفظنا بزياده، ولكن اكيد كانت تعليمات من كولر ان احنا نلعب بالشكل اللي ايه اللي في اللوحه اللي قدامكم دي، كان 4-4-2 تقريبا يعني كنا بنلعب بيها، والراجل شادي حسين قدام وتحت منه قفشه هنا كده او هنا، وما كانش في فعاليه هجوميه، يمكن بسبب الخطه، ويمكن كمان لان شادي مش مقنع بشكل كبير جدا لا الكولر ولا للجماهير، اكتر من كوره النهارده تعامل فيها بشكل سيء جدا، فما كانش عندنا بالتالي فعاليه هجوميه يعني. فخلينا نرجع تاني بقى ندي تقييم او ندي درجات للعيبه النهارده. محمد عبد المنعم ممكن نديله 8. ياسر ابراهيم برضو من ضمن الناس مع محمد هاني كده اللي انا حابب اشيد بيهم، اللي كان متالق النهارده، راجل يمكن موهبته ما هياش عاليه قوي، يعني ياسر ابراهيم كموهبه ما هوش يمكن اعلى حاجه، ولكن تحس ان هو مجتهد وتحس ان هو حابب يادي وتحس ان هو راجل وعنده روح وعنده شخصيه، فكان متالق النهارده اكتر من كوره كان متميز فيها، وكان صاحي وكان بيلعب كده بشكل فيه يعني جديه، وكان متالق بشكل كبير، فبديله 8.5 النهارده لياسر ابراهيم. محمد هاني طبعا قلناه. علي معلول النهارده ماتش مش احسن حاجه ليه، ما حسيتوش النهارده ان هو مؤثر وان هو مفتاح لعب وكده، يعني كان شويه مستخبي، او يمكن الطريقه بتاعه الاهلي واخفاق المهاجمين كان مؤثر على علي معلول، مش مخليه ظاهر كعادته يعني، فبديله النهارده 7.5. الاثنين بقى بتوع نص الملعب، اليو ديانج بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه، يعني حضراتكم شايفين الصوره اللي قدامكم، بسم الله ما شاء الله حاجه يعني، تحس ان هو لو بيلعب في فريق تاني والاهلي حب يتعاقد معاه هيطلب فيه مبلغ يعني 100 مليون مليار جنيه لو بيلعب في سموحه مثلا، يعني الراجل ده لو بيلعب مع فرج عامر هيقول لك عايز فيه مليار جنيه. فالنهارده بديله 8.5. عمرو السوليه ورجل المباراه طبعا والعريس والعمده على راي الكابتن مدحت شلبي، ابو ليلى طبعا ربنا يشفي ليلى ويقومها له بالسلامه، النهارده كان متالق جدا وكان متميز، ويمكن اعلى درجه النهارده بتروح لعمرو السوليه، 9.5 للفنان المايسترو عمرو السوليه. قدامه بقى قفشه، عايز اتكلم عنه كده كلمتين، يعني مش مجرد اديله درجه، بالنسبه لي مستواه محير تماما محمد مجدي قفشه الحقيقه، يعني حاسه في النازل ومستواه يعني دايما بيهبط اكتر، مش بيتقدم مش بيتطور. النهارده يمكن ما حسيتش ان احنا بنلعب بصانع العاب الحقيقه، يعني ما كانش في افضل حالاته، ويمكن استمرارا لاخر كام ماتش تحس ان في لعيبه كتير بتحاول ان هي تفوق نفسها زي ياسر وزي هاني زي ما اتكلمنا عنهم، ولكن قفشه تحس ان هو بدا ان هو يتاثر بالضغط الجماهيري او بالضغوط او بكلام الناس والكلام ده والانتقادات اللي بتتقال عليه والكلام اللي بيتقال عنه وكده، ف محتاج ان هو
يقعد شوية. محتاجين بديل متميز جدا لصانع ألعاب. فكرة ان احنا من وقت ما عبد الله السعيد مشي ما جبناش اللي قفشة تقريبا يعني في مركز صانع الألعاب. فبالتالي انا مقتنع ان هو لعيب كويس، ولكن فكرة ان هو يبقى لوحده وفكرة ان انت بتعتمد عليه كل الماتشات وحتى في مستوى المتراجع دي يمكن حاجة بتخليه مستوى يتراجع اكتر. فمحتاجين ان احنا ان شاء الله نحط في اولوياتنا مع المهاجم لاعب صانع العاب الفترة اللي جاية، لازم قوي من المركزين دول. فقفشة النهاردة مستوى يعني سيء جدا بالنسبة لي، ممكن اديله 3 ويضم عليه بقى برونو سافيو. برونو النهاردة برضو من الناس اللي مستواه في النازل مع قفشة. النهاردة كان مستوى وحش جدا، المرة اللي فاتت يمكن انتقدناه قلنا الراجل ما رقص، النهاردة لا رقص ولا شاط ولا رفع ولا اي حاجة خالص، ما كانش متواجد تماما في الماتش. عشان كده اتمنى 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 من مارسيل كولر ان هو يورينا رافت خليل، يبدأ بواحد زي رافت خليل. لو احمد عبد القادر مصاب بنشوف في الزمالك ناس بتنزل من الناس الصغيرة او من الناس اللي بتبقى بعيدة وبيأدوا بشكل كويس، زي مثلا يوسف أسامة نبيه، لعيب صغير ولكن اخد ماتشات واثبت جدارته واثبت ان هو لعيب كويس وان هو موهبة وبدأ يضيف للزمالك. احنا يمكن بنتأخر شوية يا جماعة في فكرة ان احنا نجيب اللاعب من بعيد او نجيب اللاعب الصغير او اللاعب الشاب او اللاعب اللي لسه جاي الاهلي، على ما يبدأ نديله او على ما يبدأ ياخد فرصة بنبقى خدنا وقت كتير قوي. فيمكن دي مشكلة بالنسبة لنا، محتاجين ان احنا نشوف الوجوه الجديدة اللي بتيجي من بعيد اللي زي رأفت خليل الفترة اللي جاية، خصوصا ان انت ما عندكش جناحات. يعني انت كده كده الاهلي الفترة الحالية يمكن الجناحات يعني مستوى مش احسن حاجة يعني، فليه لا ليه لا ما نشوفش واحد زي رأفت خليل، نحاول نشوف وجوه جديدة من الناس اللي هي اللي برة شوية. مصطفى ميسي لعيب اشول نجربه نبص عليه مرة مرتين الكلام ده كله يعني. فبرونو درجته برضو حاجة قليلة برضو، يضم مع قفشة 3. والناحية التانية يمكن كريم فؤاد ما لحقش يلعب، ممكن نقيم حسين الشحات كان بيحاول ان هو يعمل حاجة ولكن عنده الفينش برضو محتاج شوية شغل يعني، او محتاج ان هو يحسن شوية القرارات بتاعته او يبقى بيلعب لعب جماعي اكتر. فحسين الشحات مش وحش ومش حلو، اللي هو حاجة في النص كده ممكن نديله 6.5. المهاجم بقى مشكلة كبيرة الحقيقة ما زالت مستمرة في النادي الاهلي، ويمكن انا عازر شوية كولر فكرة ان هو بيغير كتير، حاسسها الحقيقة يعني دي مشكلة فردية للعيبة ماهيش حاجة في الخطة. فكرة ان انت مش لاقي فعلا الراجل مهاجم، مفيش مهاجم تقدر تقول عليه ان هو جامد، مفيش مهاجم النهاردة في الاهلي تقدر تقول عليه هو ازاي كولر يبقى عنده الراجل ده وما يلعبوش. الراجل بيحاول ان هو يشوف شوية شادي الشوط التاني، يمكن شريف عجبني قوي فكرة ان هو ما تأخرش يعني الشوط الاول شادي خده ما احسنش الاداء خرجه ونزل شريف. فكرة التدوير على المهاجم ما زالت مشكلة في النادي الاهلي ومشكلة عند كولر. شادي حسين درجة قليلة برضو النهاردة، ما استغلش الفرص اللي جات له، ما ضغطش، ما حتى ما كانش محطة، ممكن نديله 5. يمكن شريف لما نزل الى حد ما كان متحرك بيحاول ان هو يعمل حاجة، بيضغط اكتر من كرة كان بيظهر فيها بشكل كويس، فممكن نديله درجة ازيد شوية من شادي، ولو ان برضو الاثنين لسه ما فيش حد فيهم اللي هو المهاجم. فشريف ممكن نديله درجة اعلى من شادي، 7/10 لمحمد شريف. مارسيل كولر النهاردة لازم نشيد بيه، يمكن الاداء مش كويس ولكن النتيجة كويسة، عارف ان هو يلعب بيراميدز وعارف ان هو يسحبهم ان هو يقف بشكل فيه تحفظ لورا ويلعب على الهجمات المرتدة. واللي يقولي بقى الاداء ومش الاداء والاهلي، احنا ياما لعبنا حلو وخسرنا، وياما لعبنا حلو وضيعنا نقاط، وياما لعبنا حلو قدام فرق بتدافع والفرق اللي بتدافع دي قدرت ان هي تتعادل معانا او تكسبنا او تاخد مننا نقاط. فالنهاردة يا جماعة مبروك الثلاث نقاط، مبروك التصدر لبطولة الدوري وعودتنا للمكان الطبيعي المركز الاول للنادي الاهلي. يمكن كده كانت نظرة سريعة بعد الماتش عن اللعيبة ودرجات كده وكلمتين عن كل لعيب. الف مبروك للنادي الاهلي، والفترة اللي جاية يمكن صعبة جدا، ماتشات كتير عندنا، المصري عندنا بعدها بشوية، الزمالك برضو في الطريق، بعدها نروح لكأس العالم للأندية، فماتشات صعبة الفترة اللي جاية، لازم ندعم الفريق بتاعنا ونحاول ان احنا يعني واحدة واحدة على اللعيبة، واللعيبة الكويسة نطلع نشيد بيها وندعمها ونوصل لها رسائل إيجابية. دي كانت كده يعني حلقة سريعة او فيديو سريع عن اللعيبة النهاردة وعن ماتش النهاردة الأهلي وبيراميدز. الف مبروك الفوز، واشوفك في فيديو جديد.